من منا لم يقرأ أو يسمع في طفولته من جدته أو أمه، أو حتى يشاهد في الكرتون قصة بائعة الكبريت، عقلة الإصبع، البطة القبيحة، الحذاء الأحمر، الأميرة وحبة البازلاء، وغيرها الكثير من القصص الخلابة التي شكلت جزءاً من وعينا الطفولي. ولكن ما قد تكون لا تعلمه أن لكل هذه القصص مؤلفاً واحداً فقط، خرجت من بين ثنايا الخيال الجامح لهذا الشاعر والكاتب الدنماركي العبقري هانس كريستيان أندرسون. اليوم نعيش رحلة إنسانية راقية كرقي روح الأطفال مع هذا الكاتب العظيم. ولد هانس كريستيان أندرسون في أودنسا بالدنمارك يوم 2 أبريل 1805 لأسرة متواضعة الحال، حيث كان والده يعمل صانع أحذية، بينما كانت والدته تعمل في تنظيف ملابس الأغنياء في المنازل الكبيرة، وكانت له شقيقة واحدة من والدته فقط. عاش أندرسون في كنف أسرة فقيرة، فعانى وهو المرهف الإحساسي من شظف العيش، كما قام والده على الرغم من بساطته من تقريبه من الأدب وأخذه إلى المسرح على قدر المستطاع، كما قرأ عليه عددا من المسرحيات. وعلى الرغم من تواضع حال والده، إلا أنه كان يهتم بالثقافة والأدب، فتعلق الصبي بالفنون منذ صغره، فأقام في ركن من الغرفة الوحيدة لأسرته مسرحا للدمى، وراح يمضي وقته في محاكاة دماه وتحريكها، متخذا منها شخصيات لمسرحه الخيالي الصغير. كان أندرسون طوال طفولته شغوفا بالأدب، فكان يحفظ عن ظهر قلب مسرحيات كاملة لشكسبير. عاش أندرسون مأساة بعدما فقد والده، وبعدها بعدة أعوام فقد والدته أيضا، مما اضطره إلى العمل ليؤمن لنفسه قوت يومه، فامتهن الحياكة. التقى أندرسون بالصدفة بملك الدنمارك جوناس كولن، الذي أبدى اهتماما بالفتى وألحقه بمدرسة ابتدائية ودفع مصاريف الدراسة عنه. كان أندرسون قد نشر أولى رواياته حتى قبل أن يلتحق بالمدرسة الابتدائية، وهي شبح قبر بيناتوك عام 1822. وبالرغم من كونه طالبا بليدا ومتأخرا، إلا أنه تابع دراسته، وهي فترة قال عنها فيما بعد أنها كانت أحلك سنوات حياته، حيث كان يضطر للعيش في منزل ناظر المدرسة الذي أساء معاملته بحجة صقل شخصيته، كما كان الشخص الغريب بين زملائه الطلبة، حيث كان أكبر سنا من أغلبهم. وعانى أيضا من عسر القراءة، وقد ذكر أن هذه الحالة أدخلته في مرحلة اكتئاب. شأنه شأن الكثير من العباقرة. كان أندرسون في المدرسة بليدا، ثقيل الفهم، أخرق، يرتبك في حركاته، يدلف بين الناس بقامته الطويلة، يثير سخريتهم لمجرد رغبته في أن يكون ممثلا. لكنه ما لبث أن هجر المسرح، وتحول اهتمامه إلى الحكايات الشعبية والخرافات والقصص، وراح يؤمن بأن عالمه الخرافي أجمل من عالمه الواقعي الراكد. ظهرت محاولات الكاتب الأدبي الأولى وهو دون سن 20، وبعد حصوله على الثانوية كتب أول عمل أدبي له خفيف الظل، يحمل عنوانا طويلا: السفر سيرا على الأقدام من قناة هولمن إلى الرأس الشرقي لجزيرة آما. أصدر بعد ذلك كتابا في أدب الرحلات بعنوان صور الظل، يحوي قصتين يتجلى فيهما بعد القص الخرافي. وبعدها كتب مجموعة من القصص الخرافية تحت عنوان حكايات بالدنماركية، من أهمها حرية البحر الصغيرة، التي تعد نقطة انطلاقته الفنية. لم يلاحظ أحد في البداية روعة هذه الحكايات، ولم تحقق مبيعات جيدة. وفي أربعينيات القرن 19 عاد اهتمام أندرسون إلى المسرح، لكن بغير نجاح يذكر. في هذا الوقت كان أندرسون مشهورا في أنحاء أوروبا، في الوقت الذي كانت فيه الدنمارك موطنه الأصلي، لا زال يبدي معارضة لبعض أفكاره. زار إنجلترا لأول مرة ولقى نجاحا اجتماعيا باهرا، دعاه تشارلز ديكنز للإقامة في منزله لأسبوعين، وبعدها بفترة وجيزة نشر ديكنز رواية ديفيد كوبرفيلد، التي يقال أن شخصية أوريا هيب فيها مستوحاة من أندرسون. لم يكن طريق الشهرة ممهدا لهذا الفتى الموهوب، بل لاقى الكثير من الصعوبات والعقبات. وحين سئل ذات مرة عن سيرة حياته أجاب: اقرأوا حكاية البطة القبيحة،
وهي حكاية تتحدث عن فرخ بط قبيح لم يلقى المودة من شقيقاته البطات، وكان يعاني من نظرات الازدراء من جميع الطيور والحيوانات، حتى من المقربين له، إلى أن كبر واكتشف أنه بجعة جميلة بيضاء وليس فخ بط قبيح، فتباهى بنفسه بين أترابه كبجع جميل يثير الإعجاب. والواقع أن سيرة أندرسون تشبه إلى حد بعيد سيرة فرخ البط هذا. وقد كتب أحد النقاد معلقا: لكل مبدع ولكل شاعر حكاية فرخ البط القبيح الخاصة به. مضيفا: إن هذه الحكاية هي العمل الإبداعي الذي يكشف فيه أندرسون عن معاناته وأحلامه، وعن نجاحاته الأولى المغمسة بمرارة الإخفاقات، وعن مكنوناته. استمر أندرسون في نشر المزيد من الأعمال طامحا في أن يصبح روائيا ومسرحيا، إلا أنه لم يوفق، ومع أنه بدأ يستاء من الحكايات الخرافية التي برع فيها وأثبتت عبقريته، إلا أنه واصل كتابتها ونشر منها مجلدين آخرين. توفي في 4 أغسطس عام 1875 عن عمر يناهز 70 عاما، بعد أن منح العديد من الأطفال السعادة بمجموعة كتبه الضخمة التي قدمها لهم في شكل سلس جميل حبب القراءة إلى نفوسهم. لم تكن هذه الكتب للتسلية والحكايات الترفيهية فقط، ولكن كانت تتضمن الحكمة والمعرفة أيضا. ويبدو أنه ظل حتى نهاية حياته يعتبر نفسه البطة الصغيرة القبيحة. يقول هانس كريستيان أندرسون في معرض توضيحه لفحوى قصصه: حكاياتي الخرافية هي للكبار كما هي للصغار في الوقت نفسه، فالأطفال يفهمون السطحية منها، بينما الناضجون يتعرفون على مقاصدها ويدركون فحواها، وليس هناك إلا مقدار من السذاجة فيها، أما المزاح والدعابة فليست إلا ملحا لها. شاعت حكاياته الخيالية في العالم، والتي وصل فيها إجمالي ما كتبه حوالي 168 كتابا، وترجمت إلى 150 لغة، وتم تداولها ونشرها في ملايين النسخ بالكثير من بلاد العالم، وتزخر أغلب المكتبات بهذه الكتب الرائعة.